بسم الله الرحمن الرحيم. ومرت الأيام على هذا النظام، فما أقبل الأربعين على التمام، حتى جاء اليوم الذي هيأته القدرة الربانية لإبلاغ رسالة السماوية، وهو في وحدة عبودية بعد أن وحد من قبل الأسباب وتفتحت لذلك الأبواب، فأتوا في ذلك المقام في اللغرة لا في المنام رسول الملك العلام، وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ ولست من جملة القراء، فأخذه فغطه وما تركه حتى بلغ غاية الجهد والإعياء، ثم مروا بالكراءة مرة ثانية فامتنى، فأخذه وغطه وما تركه إلا بعدما كاد يقع، وفي السادس قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فما أعظم من بشارة أوصلتها يد الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته بعد شهد مشهد كرامته، وفؤاده يرجو من هول ما رأى وشدة ما سمعه وقرأ، ولقد كاد ينقل أولى تسميت مولاه، وقال زملوني زملوني، فزمنت، فلما ذهب النور حدثها قال لها لقد هشيت على نفسي فداه أبي وأمي ونفسي، فقالت كلا والله لا يحزيك الله أبدا، وإن الله سيبلغ عزا ومجدا وسعددا. فرحمك موصولة ويدن ضيفك مبدولة، تحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقريض فمرات عن نواهي بالحق كل معلوم، واثبت يا ابن العم فلك البشرى، فوالله لقد كنت تعلم أن الله لا يفعل بك إلا خيرا، وإني أشهد أنك نبي هذه الأمة المنتظر، وهذا زمانك إن شاء الله قد حضر، وقد أخبرني ناسي غلامي وبحيراه بحبرك المبين، وأمرني أن أتزوج قبل 20 من السنين، اللهم انشر نفحات الرقوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها، اللهم صل وسلم على زوجها الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.